بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع الآية وهي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والآن نعود لنستجلي من هذه الآية الكريمة فضائل شهر رمضان. شهر رمضان له فضائل عظيمة، أودعه الله خيرات كثيرة لهذه الأمة يمر عليها كل سنة، كما تمر عليها في اليوم والليلة الصلوات الخمس، وكما تمر عليها الجمعة في كل أسبوع، ويمر عليها شهر رمضان في كل سنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه المواسم اليومية، الصلوات الخمس والأسبوعية للجمعة والسنوية لشهر رمضان، كلها يكفر الله بها السيئات عن العباد، تطهرهم من ذنوبهم. إذا هم حافظوا عليها، حافظوا على الصلوات الخمس في اليوم والليلة، حافظوا على صلاة الجمعة، حافظوا على صيام شهر رمضان، واستغلوا ما فيه من الخير، فإن الله سبحانه يطهرهم من ذنوبهم، لأنهم يخطئون بالليل والنهار. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لهم هذه المواسم يطهرهم بها من ذنوبهم. والمراد بالذنوب التي تكفر الصلوات الخمس وبالجمعة وبشهر رمضان، المراد بها الذنوب الصغائر. أما الذنوب الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة. قال الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فشرط في تكفير السيئات تجنب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا الشهر العظيم شهر رمضان اجتمعت فيه فضائل لا توجد في غيره. فضيلة الأولى
أن الله أنزل فيه القرآن، كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإنزال القرآن في هذا الشهر يدل على فضله على غيره، ولذلك صارت تلاوة القرآن في هذا الشهر أفضل من تلاوته خارج هذا الشهر. فتلاوة القرآن في هذا الشهر لها مزية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في شهر رمضان، كان جبريل عليه السلام ينزل فيدارس محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن. كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في شهر رمضان، وكانت المدارسة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه الصلاة والسلام كانت في الليل في ليالي رمضان. وكان السلف الصالح يقبلون على تلاوة القرآن في شهر رمضان ويتركون دروس العلم، يتركون حلق الذكر التي كانوا يعقدونها على طول السنة، ويقبلون على تلاوة القرآن ويجلسون في المساجد ويحضرون المصاحف ويتفرعون لتلاوة القرآن في شهر رمضان، لأنه شهر القرآن. فينبغي للمسلمين، ينبغي لهم أن يكثروا من تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. ولا بد أن تكون التلاوة مع التدبر والتفكر في معانيه. قال سبحانه: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: أفلم يدبروا القول، يعني القرآن. والتدبر معناه التفكر في معانيه وإحضار القلب عند تلاوته. ليس المراد من التلاوة مجرد المرور على الآيات وعلى السور، وإنما المراد القراءة مع التدبر، تفكر في معانيه. وكل يستفيد من هذا القرآن، العامي والمتعلم والعالم، كل من قرأ القرآن وتفكر فيه فإنه يستفيد ويتأثر. لكن إذا كان هذا مع حضور القلب، وتلاوة القرآن في رمضان وفي غيره فيها فضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن، الماهر يعني الذي يجيد التلاوة،
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إذن المسلم يقرأ القرآن سواء كان يجيد التلاوة وهذا أحسن، أو كان عليه بعض الأخطاء في القراءة، والأخطاء التي لا تحيل المعنى. والذي يقرأ القرآن بالتهجي بالحروف هذا له أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. فالمسلم يحاول تلاوة القرآن حسب استطاعته، وكلما أتقن التلاوة فإنه أفضل، ويكون مع السفرة الكرام البررة، فهذا فيه الحث على تعلم القرآن، فيه الحث على تعلم القرآن وتعليم القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، وتكون التلاوة متوسطة، تكون التلاوة متوسطة بين الهذرمة والهل والسرعة، وبين التمطيط والمدود الزائدة والغنة الزائدة. لا ينبغي هذا، ينبغي الوسط، ينبغي الوسط في التلاوة. وأن يقرأ القرآن مترسلا لا يستعجل فيه. الله جل وعلا يقول لنبيه: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل معناه أن يقرأه مترسلا آية آية، ويقف على رؤوس الآيات. هذا هو الترتيل. القرآن مرتل في نزوله ومرتل في تلاوته، وهذا هو الترتيل المطلوب، أن الإنسان يقرأ القرآن بتؤده، ويقرأ القرآن يقرأ القرآن بترسل، ويقف على رؤوس الآيات ويتفكر ويتدبر في كتاب الله. السرعة لا يحصل معها تدبر، التمطيط والمدود الزائدة والغنة الزائدة يشغلان الإنسان عن التدبر، ينشغل بتطبيق المدود وتطبيق الغنة وتطبيق كذا وكذا، ولا يتدبر القرآن. كل شيء بمقدار، لا إسراف ولا لا إسراف ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. خير الأمور أوسطها في كل شيء، وفي تلاوة القرآن من باب أولى. لأن بعض الناس يعتنون بالألفاظ ويعتنون بالتجويد، ولكن لا يتدبرون القرآن ولا يتفكرون في معانيه، وإنما يكونون مشغولين بالأداء وتطبيق قواعد التجويد فقط، وليس هذا هو المطلوب. المطلوب التدبر والتمهل في القراءة
وعدم السرعة وعدم العجلة وعدم التباطؤ في القراءة، هذا هو المطلوب. هذا من فضائل هذا الشهر، العناية بكتاب الله والإقبال على تلاوته. ثم ليس المقصود التلاوة والتدبر فقط، المقصود العمل، العمل بالقرآن. القرآن ينهاك عن الكذب فلا تكذب، القرآن ينهاك عن الشرك بالله عز وجل فلا تشرك بالله، القرآن ينهاك عن الربا فلا تستعمل الربا ولا تأخذ الربا، القرآن ينهاك عن الغش والخديعة للناس ألا تغش ولا تخدع، القرآن يأمرك بالصدق عليك أن تصدق مع الله تصدق مع الناس، القرآن يأمرك بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال فامتثل. أما إنك تقرأ القرآن مجرد قراءة تختمه ختمات كثيرة ولكنك لا تعمل به ولا تلتفت إلى ما يأمرك به وما ينهاك عنه بل تستمر على حالك السيئة، فإنك لن تستفيد من القرآن ولو قرأته في الليل والنهار، لأن الذين يقيمون الحروف ويضيعون الحدود، القرآن يجب عليك أن تقيم حروفه وأن تقيم حدوده، يعني أوامره ونواهيه وما فيه من الخير. أما من يقيم الحروف فقط ولا يقيم الحدود، يعني لا يمتثل أوامر القرآن ولا ينزجر عن نواهي القرآن ولا يتعظ بمواعظه، فهذا لا يكفيه أنه يجيد القراءة ولو كان يقرأ بالقراءات العشر أو الخمس عشرة أو يجيد التجويد، ما يفيد هذا شيء، هذا يقيم الحروف فقط. وقد جاء في الحديث أن قوما في آخر الزمان يقرؤون القرآن يقيمونه إقامة السهم، يعني يجيدون القراءة لكنه لا يتجاوز حناجرهم، يعني لا يعملون به ولا يتفقهون في معانيه، وإنما يقرؤون الحروف ويعتنون بالقراءة تجويد، لكن المعاني والعمل والتدبر ليس لهم منه نصيب. فيجب علينا أن نعتني بالقراءة ونعتني بالمعاني ونعتني بالعمل بالقرآن حتى نستفيد منه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال جل وعلا من شهد منكم الشهر فليصم. من فضائل هذا الشهر وخصائصه أن الله أوجب صيامه على المسلمين وجعله ركنا من أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فجعل صيام هذا الشهر ركنا من أركان الإسلام، فهذا يدل على فضل هذا الشهر. ومما يختص به هذا الشهر صلاة التراويح
جماعة في المساجد، هذا لا يكون إلا في شهر رمضان، صلاة التراويح جماعة في المساجد. ولو صلاها الإنسان في بيته فلا بأس، ولكن كونه يصليها في المسجد ومع المسلمين هذا أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إذا قمت ليالي رمضان وحضرت صلاة التراويح مع المسلمين ولم تنصرف إلا مع الإمام، فإنك تحصل على هذه الفضائل، أنه يحصل لك قيام ليلة كاملة، وأنه يغفر لك ما تقدم من ذنبك، وهذا خير عظيم لمن وفقه الله. فينبغي الحرص على صلاة التراويح، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي ثم تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، فلما صلى بهم واجتمعوا عليه صلى الله عليه وسلم استقرت السنة، ثم تأخر عنهم لئلا تفرض عليهم فيعجزوا عنها، وبين صلى الله عليه وسلم لماذا تأخر، أنه خشية أن تفرض عليهم، فدل على أن صلاة التراويح سنة، وهي سنة مؤكدة وليست فرضا وليست واجبة. واستمر المسلمون يصلونها جماعات في عهده صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلونها جماعات أوزاعا متفرقين في المسجد. ثم في خلافة أبي بكر الصديق بقوا يصلون صلاة التراويح جماعات متفرقين في المسجد، صلي الرجل ويصلي خلفه الرجلان والثلاثة والعشرة وأكثر وأقل. ثم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رآهم على هذه الصورة قال: لو جمعتهم على إمام واحد كما كانوا يصلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعهم على إمام واحد، جمعهم على إمام واحد، واستمروا يصلونها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لمحضر من المهاجرين والأنصار والخلفاء الراشدين، كانوا يصلونها خلف أبي بن كعب رضي الله عنه جماعة واحدة كما كانوا يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلاها بهم، واستمرت سنة مؤكدة عند المسلمين صلونها في المساجد، وهي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. فلا ينبغي للمسلم أن يفرط صلاة التراويح ويقول إنها سنة. نعم هي سنة، ولكن لا ينبغي لك أن تفرط في هذه السنة وتحرم من هذا الأجر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل أنت لست بحاجة إلى المغفرة؟
أستغفر الله ونتوب إليه، ما أحد يستغني عن المغفرة، عن مغفرة الله سبحانه وتعالى. ولكن المغفرة لها أسباب، ومن أسبابها صلاة التراويح وقيام رمضان. من قام رمضان، هذا هو السبب، من قام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنب. المغفرة ما تحصل إلا بسبب. ومن أسباب المغفرة صلاة التراويح في رمضان، فهي سنة مؤكدة، وهي من محاسن هذا الدين ومن خصائص هذا الشهر المبارك. أما في غير رمضان فلا تصلى التراويح، ما تصلى إلا في رمضان، ولكن قيام الليل على مدار السنة كل يصلي ما تيسر له من قيام الليل، تهجد والوتر. فالتهجد وقيام الليل ليس خاصا برمضان، وإنما الخاص برمضان هو صلاة التراويح. لأنها من فضائل شهر رمضان المبارك. وصلاة التهجد في غير رمضان لا تصلى جماعة، يداوم على الجماعة فيها، يصلي المسلم في بيته أو في أي مكان منفردا. ولو أن جماعة صلوها بعض الليالي جماعة من غير ترتيب ومن غير استمرار فلا بأس، أما الاستمرار على صلاة الجماعة في التهجد هذا خاص برمضان، خاص برمضان. غير رمضان كل يصلي لنفسه. ولو صادف أن جماعة في بعض الأحيان صلوا صلاة التهجد جماعة فلا بأس بذلك من غير استمرار ومن غير مداومة. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة جماعة في بعض الأحيان، فدل على جواز ذلك من غير استمرار، إنما الاستمرار على الجماعة في صلاة التراويح والتهجد خاص لرمضان المبارك، وهذا من فضائل هذا الشهر. ومن فضائل هذا الشهر أن الله جعل فيه ليلة واحدة خيرا من ألف شهر، وهي ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تفخيم، تعظيم لشأنها، ليلة القدر خير من ألف شهر. أي العمل في هذه الليلة، العمل الصالح في هذه الليلة خير من العمل الصالح في ألف شهر. وألف الشهر 83 سنة وزيادة أشهر، وهذا عمر طويل. لو أفناه الإنسان كله في طاعة الله فليلة القدر تعادل هذا العمل العظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه ليلة عظيمة، وهي في شهر رمضان قطعا، لا تخرج عن رمضان، ولكن الله أخفاها لأجل أن يجتهد المسلمون في قيام رمضان كله تحريا لليلة القدر،
فمن قام جميع ليالي رمضان فقد وافق ليلة القدر، لأنها لا تخرج عن رمضان. فإذا قمت جميع الليالي مع الإمام ومع الجماعة فإنك تكون قد صادفت ليلة القدر. أما لو أنك تركت بعض الليالي وقمت بعض الليالي فلا يضمن، لا يضمن أنك وافقت ليلة القدر، لأنها ربما تكون في الليالي التي تركتها. فمن يريد أن يوافق هذه الليلة بإذن الله فليحافظ على قيام رمضان من أوله إلى آخره جميع لياليه، حتى يضمن له أنه صادف ليلة القدر. ومن فضائل هذا الشهر العظيم أنه تغلق فيه أبواب النيران، كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة تغلق أبواب النيران. ما معنى النيران؟ والعياذ بالله لها أبواب، ويدخلها الناس بحسب أعمالهم من الكفر والشرك والمعاصي، يدخلون النار، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. في رمضان تغلق لأن الناس يقبلون على طاعة الله ويتركون معاصي الله عز وجل، فتغلق عنهم أبواب النار، لأن أبواب النار إنما تكون لأصحاب الذنوب وأصحاب الشرك والكفر والنفاق والمعاصي. في رمضان تكثر الطاعات، تكثر الخيرات، ويكثر الإقبال على الله، تكثر التوبة، فتغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنان، لأن الجنة إنما تحصل بالعمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العمل، ما تدخل الجنة بدون عمل، العمل سبب لدخول الجنة. فإذا كنت تريد دخول الجنة فاعمل السبب وهو الأعمال الصالحة. أما من يتمنى دخول الجنة وهو لا يعمل الأعمال الصالحة وهو مقيم على الذنوب والسيئات، فهذا إنما يتمنى على الله الأماني. قد قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه، والكيس معناه العاقل، العاقل من دان نفسه يعني حاسب نفسه، الكيس من دان نفسه أي العاقل من حاسب نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو الكيس، دان نفسه ولم يزكي نفسه ولم يمدح نفسه ولم يكمل نفسه، وإنما يعتبره مقصرا ومذنبا ومخطئا، فيتوب إلى الله ويحاسب نفسه ويعمل لما بعد الموت، هذا هو العاقل، كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها، يعني لم يحاسبها، تركها تعمل ما تشاء من الذنوب والسيئات وترك الواجبات، تركها تعمل ما تشاء. العاجز الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أهمل نفسه وتمنى على الله الأماني.
هذا هو العاجز، عاجز لأنه أهمل نفسه وتمنى على الله الأماني، يعني يتمنى أنه يدخل الجنة لكن يدخلها بدون عمل، ما هو بصحيح. الجنة لا تدخل إلا بالعمل الصالح. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، هذا ما عنده عقل ولا عنده تفكير، يريد الجنة بدون عمل، ما هو بصحيح. الجنة لا تدرك إلا بالأعمال الصالحة والتوبة إلى الله والاستعداد قبل الموت، هؤلاء هم أصحاب الجنة. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان، للأعمال الصالحة ولأعمال البر في هذا الشهر المبارك من صلاة وصيام وذكر لله وتلاوة للقرآن وصدقات وإحسان إلى المحتاجين واستغفار وتوبة، هؤلاء هم أصحاب الجنان، تفتح لهم أبواب الجنان لأعمالهم الصالحة التي يقدمونها. ومن مزايا هذا الشهر أنه تغل فيه الشياطين، الشيطان تسلط على الإنسان ويجري من ابن آدم مجرى الدم، يلابس الإنسان ويجري منه مجرى الدم ويغريه بالمعاصي والذنوب والسيئات. ولكن إذا صام المسلم في شهر رمضان، صام ترك الشهوات، ابتعد عنه الشيطان، لأن الشيطان يأتي مع الشهوات ويأتي مع الشبع، يأتي مع الشهوات ومع الشبع ومع الأشر والبطر. فإذا صام الإنسان ترك طعامه وترك شرابه وترك شهوته لله عز وجل، فإنه لا يبقى للشيطان مجال معه، فيغل بالأغلال، ولا يتمكن الشيطان من إغواء المسلمين في شهر رمضان، لأنهم مقبلون على الله، مقبلون على الطاعات وعلى فعل القربات. الشيطان ليس له سبيل عليهم، لأنهم انشغلوا بطاعة الله عز وجل. فهذه فضائل عظيمة في هذا الشهر المبارك الذي من الله به على هذه الأمة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا شهر رمضان، وهذه بعض فضائله كما جاءت في القرآن وفي السنة. فلنحمد الله على هذه النعمة، ولنسأل الله أن يوفقنا لاستغلال هذا الشهر المبارك في طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس لا يعرفون شهر رمضان إلا أنه شهر للسهر بالليل على القيل والقال والخروج للأسواق ومغازلة النساء في الأسواق والنظر الحرام، أو يجلسون على لعب ولهو، أو يجلسون أمام الشاشات التلفزيونية التي تجلب لهم القنوات من الخارج، ويأتيهم وينظرون إلى ما يعرض فيها من المجون
ومن الخلاعة، يسهرون ليلهم على هذه الشاشات عاكفين عليها، ثم يملؤون بطونهم من آخر الليل بالطعام والشراب، ثم ينامون جميع النهار ولا يقومون لصلاة الفريضة، لا يقومون لصلاة الفجر، لا يقومون لصلاة الظهر، لا يقومون لصلاة العصر، وإنما يقومون إذا جاء الأكل عند المغرب، يقومون إذا حان وقت الأكل وقت الإفطار عند صلاة المغرب، فقد ضيعوا فرائض الله عز وجل. فما هو هذا الصوم؟ وما قيمة رمضان عند هؤلاء؟ سهر بالليل على غير فائدة أو على محرم، ونوم بالنهار، وتضييع لفرائض الله. الصلوات آكد من الصيام، الصلوات آكد من الصيام، لأن الصلوات هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام. فإذا ضيع الركن الثاني فكيف يأتي بالركن الرابع؟ لا يقبل منه عمل وهو مضيع للصلوات والعياذ بالله، لا يقبل منه صيام، لا يقبل منه عمل حتى يحافظ على الصلوات. فما قيمة رمضان عند هؤلاء المحرومين الذين يعتبرونه شهرا للأكل والشرب والتوسع في المأكولات والمشتهيات، وشهرا للسهر بالليل، وشهرا للنوم بالنهار؟ ماذا استفادوا من رمضان؟ لا يصلون صلاة التراويح، لا يقرؤون القرآن، لا يصلون الفرائض مع الجماعة النهار. إذن ما استفادوا من شهر رمضان؟ لم يستفيدوا منه إلا الآثام، وسيكون شهر رمضان شاهدا عليهم يوم القيامة فيما ضيعوه من أوقاته. فشهر رمضان إما شاهد لك عند الله، وإما شاهد عليك. شاهد لك إذا حافظت عليه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وشغلت أوقاته بما ينفعك عند الله من الأعمال الصالحة، أو شاهد عليك إذا ضيعته، إذا فرطت فيه، إذا مر عليك ولم تستفد منه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فقال آمين 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 ثلاث مرات، فسأله الصحابة عن ذلك فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له ومات فدخل النار قل آمين. قلت آمين. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، خرج شهر رمضان وهو عليه ذنوبه وعليه معاصيه وعليه آثامه، ما نفعه رمضان، مات فدخل النار، قل آمين. قلت آمين. قال ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبره فمات فدخل النار قل آمين. قلت آمين. قال ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات فدخل النار قل آمين. قلت آمين. الشاهد من هذا، من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له، يعني دخل عليه الشهر وخرج وهو محمل بالذنوب والمعاصي، لم يتب ولم يغير من أحواله شيئا، ثم مات على هذه الحالة والعياذ بالله، دخل النار لأنه لم يعمل الأسباب التي تنجيه من النار، مات بذنوبه، والذنوب
هي ازداد إلى النار والعياذ بالله. أما من مات على الطاعة فالطاعات زاد إلى الجنة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم من بركات هذا الشهر العظيم، وأن يجعله شاهدا لنا عنده بالخير والعمل الصالح والحسنات والتوبة من السيئات، وأن لا يجعله شاهدا علينا بالتفريط والغفلة والإعراض، وأن لا يحرمنا من فضائل هذا الشهر، لا يحرمنا من صيامه ومن قيامه ومن ليلة القدر، لا يحرمنا من تلاوة القرآن، لا يحرمنا مما جعله في هذا الشهر من الخيرات الكثيرة، فإنه روضة من رياض الجنة، فيه كل خير وفيه كل بر وكل عمل صالح. فالرياض المعشبة، الرياض المعشبة إذا دخلتها البهائم الصحيحة ترعى منها وتستفيد منها، لكن إذا دخلتها البهائم المريضة فإنها لا تستفيد منها شيئا، لأن المرض شغلها والألم شغلها عن الأكل. كذلك ابن آدم المريض، ليس المريض بالبدن، المريض بالقلب الذي في قلبه مرض، لا يستفيد من خيرات هذا الشهر، مثل البهيمة المريضة لا تستفيد من الرياض المعشبة، تمر بها وتخرج منها ما استفادت، مشغولة بالمرض والعياذ بالله. كذلك ابن آدم يمر عليه هذا الشهر وفي قلبه مرض، لا يستفيد من هذا الشهر، إنما يستفيد المؤمن الذي ليس في قلبه مرض، بل في قلبه إيمان وفي قلبه يقين وفي قلبه صدق مع الله سبحانه وتعالى، فإنه يستفيد بإذن الله من هذا الشهر. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم وجميع المسلمين من خيرات هذا الشهر، وأن يجعله شهرا مباركا علينا وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.